أم لاثني عشر ولدا، ولكن أكثرهم برا وأزكاهم قدرا وأعلاهم شأنا هو شهر المغفرة والرضوان. جعلنا الله من أهله وأهل عتقائه، وجعلنا ممن همستهم كانت نورا على مسامعكم وبركة في حياتكم، وأن ينفعنا الله بما علمنا ويزيدنا علما ومعرفة في الدين. أهلا وسهلا بكم أهلنا الكرام في همسة جديدة من همسات رمضان. نبدأ أولا بإنشاء طفل مبدع، وهو هدفنا لهذا العام ولكل عام، طفل مسلم مبدع. نقف أولا مع الأنسة شادن لنتعرف إلى الإبداع، وهل هو مكتسب أم فطري عند الطفل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدفنا نحن جميعا كأهل هو إنتاج طفل مبدع، ولكن هناك حصر مجتمعي يحصر الإبداع في الفن. عندما يذكر اسم كلمة مبدع فورا يتجه أنظارنا تتجه أنظارنا إلى الرسم، إلى الموسيقى، إلى الفنون، بعيدا عن تكوين الطفل. ولكن هل الفن هو الإبداع أم الإبداع يجعل من طفلنا فنانا؟ نحن نبينا عليه الصلاة والسلام سيباهي بنا الأمم، ولكن هل أمة مهزومة سيباهي بها نبينا الكريم؟ طبعا عندما تكون تربيتنا بالأساس هي تربية إبداعية، نصل إلى مرحلة فعلا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم سيباهي بنا الأمم. الإبداع هو مهارة مكتسبة، مهارة مكتسبة وليدة تربية. كيف نربي أطفالنا على أن يكونوا أطفال مبدعين؟ هناك عدة خطوات يجب أن نتبعها حتى يكون طفلنا طفلا مبدع، حتى يصل عند الشباب يصل لإنتاج أمي، فعلا ينتج أمي، يكون إنتاج هذه الأمة. إذا هناك طرق ووسائل نبدع أكيد فيها لنشكل طفلا مبدعا. أكيد. نحن نبدأ عند الطفل الصغير. جميع الأطفال يلعبون في صغرهم، وهو يعتبر هدفهم الأساسي في الحياة هو اللعب في الأطفال في الأعمار الصغيرة. الطفل عندما نترك له نحن مساحة حتى يلعب يكون نوجه ألعابه ألعاب تربوية وألعاب إبداعية، نكون فعلا ننتج طفل مبدع. كيف يكون الطفل داخلي أنسي؟ ما هي الألعاب التي يمكن أن نلعبها مع أطفالنا حتى يكونوا أطفال مبدعين؟ تماما، هناك عدة ألعاب الطفل يبدع بها، مثلا لعبة ربط الكلمات. هنا عندما أنا أدخل في هذه اللعبة أترك المجال للطفل حتى ينفتح ذهنه ويلعب. الطفل لعبة ربط الكلمات هي لعبة تربط بين الكلمات. مثلا أنا أجلس أنا وابنتي في البيت وأقول لها كلمة وهي تربط بعد هذه الكلمة في أمور أخرى. مثلا أقول لها لون أبيض، فورا بتشغل مخها تبحث عن شيء يكون لونه أبيض، مثلا تقول لي ثلج، عندها أنا أجاوب وأربط كلمة الثلج في كلمة أخرى بارد، وهي أيضا تربط كلمة بارد في مثلا الأطفال جميعهم يحبون البوظة. فورا كل كلمة هي أنا عندما أعطي المساحة لابنتي حتى تبدع هنا أنتج طفل مبدع. هذا في مجال اللعب، وهناك أمور أخرى أيضا، مثلا عطاء أدوات الإبداع. ولكن ما هي أدوات الإبداع؟ أي عمل نقوم به يحتاج إلى أداة. فمثلا أنا معلمة، إن لم يكن لدي أدوات حتى أكون حتى أبدع كيف لي أن أصبح معلمة ناجحة؟ مثلا أتي للمدرسة إن لم يكن لدي جهاز البروجيكتر كيف لي أن أبدع؟ إن لم يكن لدي الموبايل حتى أنسق الأمور وأنسق الأفكار كيف لي أن أبدع؟ وهكذا الطفل، أنا لا أستطيع أن أجعله مبدعا حتى أعطيه الأدوات. وما هي أدوات الإبداع عند الطفل؟ هناك عدة أدوات، وأهمها أهم هذه الأدوات هي الحرية. أنا أعطي الحرية للطفل حتى يبدع. اللهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب إلى جنات الخلد، يا من رحلتم عنا اللهم نور قبرهم وعطر مشهدهم وأنس وحشتهم وقهم عذاب القبر وفتنته. اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن غال علينا متوف، أسألك يا رب أن تفتح له بابا تيسد. آمين. اللهم آمين. من نسائم الجنة. رحم الله. آمين. رحم الله. وختاما
وختاما أعظم مصحف إسلامية هو فقدان النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا بمصيبتنا واجزيه عنا كل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الفرج القريب لنا ولبلادنا وللمسلمين. اللهم لا تجعل لنا دعاء مرد يا رب. ولكي نتقوى على الدعاء والعبادة والصلاة لابد لنا من غذاء صحي متوازن. أسألنا ماذا تحدثين عن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم مع الغذاء؟ أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام الإفطار على التمر، فهو سنة نبوية شريفة. يوجد في التمر فوائد كثيرة للجسم. فعند تناول حبة التمر على جوع فالجسم يستفيد كثيرا من هذه المواد والمكونات، منها البوتاسيوم الذي يقوي وينظم عمل القلب ويحسن أداء الأعصاب، والمغنيسيوم الذي يقوي العظام والمناعة، أما السيليسيوم هو مضاد للأكسدة الذي نبحث عنه كثيرا بين الأدوية والعقاقير، وعائلة الفيتامين بي وعائلة الفيتامين سي. وكما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام بأن التمر هو حلوى الغني وطعام الفقير، وصلوات ربي على من قال أكرموا عمتكم النخلة فإنه خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. لأنك الأفضل ولأنك الأجمل ولأنك الأم. ما شاء الله، هل يمكنك أن تشرحي لنا هذه اللوحة؟ ابني ضعيف البنية لا يستطيع الصيام ولا يقوى على احتمال مشقته، حيث أنه الاختبار